Podcast Mania. Jumpa lagi dengan saya di channel Liga 4 Official. Dan pada babak 10 besar lalu, dua pertandingan mempertemukan Gattuso melawan Miftah mampu dimenangkan Gattuso, dan Haidar melawan Delphine mampu dimenangkan Delphine. Sehingga untuk jalur kiri, Gattuso akan melawan Adi, Fauzan melawan Haidar. Sedangkan untuk jalur kanan, Mirza akan melawan Dan, Hafi melawan Rifki. Oke, untuk saat ini pertandingan babak 8 besar mempertemukan Mirza melawan Dan. Siapakah yang akan lolos pada babak 8 besar ini? Masih sama dengan sistem agregat 2 leg gol. Jadi simak pertandingan ini baik-baik sampai dengan saya. Pasti banyak jujur itu trik mode yang akan muncul pada pertandingan ini. Simak baik-baik, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan terakhir, salam Tasmania mantap. فرصة خطيرة والتسديد، لعبة في منتهى الروعة، وضعت في المرمى بشكل جميل بدون أي فلسفة أمام المرمى، يتمكن من التسجيل. لم ننتظر طويلا قبل تسجيل الهدف الأول. ينطلق إلى الأمام بسرعة، يبحث عن زميله. الله، ما أروع هذه الكرة. ثاني، الله، الكرة جميلة. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ دي بروين يلعبها طولية. أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه. هل يمكن أن يستغل الفرصة أن يسجل؟ كرة طولية إلى الأمام، يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة. غوريتسكا يحاول لعب الكرة إلى الأمام بشكل سريع. يلعب كرة طويلة، يستعيد الكرة سريعا، لمسة بين الكرة في الشباك، هدف. نهاية جميلة جدا بعد تمريرة من ذهب. النتيجة 2-0. وين هالتمريرة الآن؟ ولمسة أخرى، يلعبها إلى داخل منطقة الجزاء، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. غوريتسكا يمر يلعب كرة بينية، كرة طولية إلى الأمام. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ ثاني، عدت الكرة. كرة طولية في المساحة الخالية. أداء دفاعي كبير جدا هذا اليوم. الله يا ولد، شوف الإبداع، شوف اللمسة الحلوة، شوف الكرة الجميلة. غوريتسكا، ساني، هاري كين، ويمر. يا
يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. الراية مرفوعة، أظن أنها تسلل. يطلق الحكم الصافرة في هذه الأثناء لينتهي الشوط الأول. يسيطرون تماما على المباراة، يريدون الاستمرار في فرض هذا الأسلوب اللي أنهوا فيه الشوط الأول. لنتابع معا أحداث الشوط الثاني من المباراة. يلعب كرة بينية طويلة. غوريتسكا، هاري كين ينطلق إلى الأمام بسرعة. دفاع يقلق كل المناطق، لا يسمح للخصم بالمرور في مباراة اليوم. يعيدها إلى الحارس، كرة عالية. تغيير اتجاه اللاعب على اليمين. الكرة على الأطراف، مساحة خالية على الجانب. عرضية لكن يمسكها الحارس. كرة إلى الأمام، كرة عرضية. ساني يعود بالكرة إلى الوراء لبناء اللعب من جديد. كرة لا تمر، تمنع حدوث ربما سيناريو سيكون صعب على الفريق. يحاول لعب الكرة بالرأس، كرة باتجاه المرمى. الله مروان ينجح في التسجيل. ركنية بالمقاس بالضبط إلى داخل منطقة الجزاء، وهو أنهى المهمة كما يجب. تقلص تقدمهم وأصبح هدف واحد الآن. كرة طويلة إلى الأمام. كايل ووكر. يلعب كرة طويلة إلى المساحة الفارغة. يستعيد الكرة مرة أخرى. كرة طولية من الحارس، يبحث عن المهاجم. فرصة خطيرة. هاري كين، هذه تسديدة ضعيفة. سيطرة غير عادية على الكرة، كنترول جميل، استقبال جميل، وبعد ذلك يبحث عن فرصة من أجل التسديد. يلعبها عرضية. هجمة مرتدة الآن. غوريتسكا، ها هو ينطلق. الكرة ملعوبة من مسافة. الآن إمكانية المرتدة. كرة طولية إلى الأمام. الله ما أجمل هذه الكرة، ملعوبة إلى الأمام. لعبة جميلة، تسديدة أجمل. إنقاذ غير عادي، حارس غير عادي هذا اليوم. جدار عازل أمام المرمى، لقطة غير عادية وتصدي رائع من الحارس. كرة تبعد من داخل منطقة الجزاء. يلعب كرة بينية، كرة تمر بسلام على المدافعين. انتهت المباراة.